وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ ياسر سيادي، رئيس قسم المسابقات القرآنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مساء الخير فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن جهود الوزارة للمشاركة في هذه البرامج والأنشطة القرآنية، وماذا يمثل دعم جلالة الملك لكم ولخدمة كتاب الله؟ مساء النور ومساء عليك وعلى المشاهدين الكرام بكل خير. طبعا تعتبر يعني مسابقات القرآن الكريم الدولية من المسابقات التي تقام على مدار السنة في مختلف دول العالم العربية والإسلامية، وكان هذا التحقيق الأخير لفوز المتسابقة زين خميس نعيمي في الدورة الثامنة لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان القرآن الكريم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني من ضمن سلسلة الإنجازات في الحقيقة التي يعني يحققها متسابقو مملكة البحرين في مسابقات القرآن الكريم الدولية. وبالمناسبة يعني مسابقات القرآن الكريم شاركت مملكة البحرين ربما في أكثر من 200 مسابقة في خلال 15 سنة الأخيرة، وحققت مملكة البحرين فيها مراكز أولى في أكثر من 60% منها، تحقيق المركز الأول أو الثاني أو الثالث. وهذه في الحقيقة نتيجة يعني مشرفة ورفع لاسم مملكة البحرين في مثل هذه المحافل القرآنية الدولية. وفي الحقيقة يعني وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تشرف على برنامج لإعداد المتسابقين على طول السنة. نعم. يشرف عليه أيضا يقوم بإعداد المتسابقين في مجموعة من المشايخ المجازين القراء، وينمون مهارات الطلبة أو المتسابقين والمتسابقات في حفظ القرآن الكريم، أو حتى من خلال تجويده، أو من خلال حتى تنمية مهاراتهم الأدائية في الصوت وحسن التلاوة. نعم شيخ ياسر، ماذا عن المشاركات المستقبلية في هذه المسابقات؟ يعني مسابقات القرآن الكريم الدولية هي تقريبا أكثر من 15 مسابقة في السنة، ولكن يعني في ظل الظروف الراهنة ربما تأجلت بعض المسابقات، وبعض المسابقات أقيمت عن بعد كجائزة الشيخة حصة. نعم. أقيمت عن بعد وشاركت فيها المتسابقة زين عن بعد، ورعاية جلالة الملك لمثل هذه الجوائز ومثل هذه المسابقات كانت لها يعني أكبر الدعم والحافز لتحقيق مثل هذه المراكز الأولى. يعني رعاية جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم التي تقام سنويا برعاية جلالة الملك، وهي أنهت في هذا العام ربع قرن من مسيرتها. أيضا رعاية جلالته لمسابقة القارئ العالمي التي أنهت دورتها الثالثة، وهي مسابقة عالمية تقام أيضا عبر الإنترنت، يشارك فيها أكثر من 10,000 متسابق من مختلف دول العالم. نعم. أيضا رعاية جلالته لحفل تكريم جميع الفائزين في مسابقات القرآن الكريم الدولية في رمضان الماضي كان له أيضا أكبر الدعم. أيضا رعاية جلالته لطباعة المصحف الشريف، مؤخرا كان أيضا يعني طباعة فاخرة وبخط جميل طبع ووزع على مختلف جوامع ومساجد مملكة البحرين. وفي الحقيقة يعني إحنا نستحضر في هذه الأيام يعني انطلاق مسابقة جائزة البحرين الكبرى التي كانت هي الولادة لمثل هؤلاء المتسابقين والمتسابقات الذين يمثلون مملكة البحرين. نستذكر سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه الذي هو بأمره انطلقت هذه الجائزة، كما نستذكر أيضا سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رحمة الله عليه، الذي كان يعني في مثل هذه الأيام نشرف ونسعد برؤيته في الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى، وكان يعني بسموهما يعني أكبر الدعم والتشجيع في مسيرة هذه الجوائز والمسابقات القرآنية. نعم الشيخ ياسر سيادي، رئيس قسم المسابقات القرآنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.